فضيلة الشيخ عطية صقر، إذا لزمني الهدي ولم أقدر عليه ووجب علي الصيام 10 أيام، فهل يجوز لي أن أطعم بدل الصيام؟ إن الفدية الواجبة للتمتع مقدرة مرتبة وليست مخيرة، فلا يجوز له العدول عن الواجب إلا إذا عجز عنه. والقرآن الكريم نص على أن المتمتع يجب عليه الهدي، فإن عجز وجب عليه الصيام، ولم يأتي نص في القرآن أو السنة على بديل للهدي والصيام. إذا كان قادرا على الصوم فلا يجوز له الإطعام، فالقادر على صيام رمضان لا يجوز له أن يطعم. أما إن كان عاجزا عن الصوم لكبر سن أو لمرض لا يرجى برؤه فيقاس على من عجز عن صيام رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا، فإن مات ولم يطعم وكان قادرا على الإطعام وجب الإطعام من تركته لأنه دين يقدم على الميراث. أما إذا لم يكن قادرا على الإطعام فلا شيء عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يلزم ورثته بشيء لأنه مات فقيرا ولا ميراث له. والقادر على الصيام ولم يصم حتى مات مات عافيا، يقاس على من مات وعليه صيام من رمضان، لأن كلا من الصيامين وجب بالشرع. فذهب بعض الفقهاء منهم أبو حنيفة وأحمد ومالك والشافعي في المشهور عنه إلى أن وليه لا يصوم عنه بل يطعم عن كل يوم مسكينا. والمذهب المختار عند الشافعية أنه يستحب لوليه أن يصوم عنه والميت يبرأ بذلك ولا يحتاج إلى طعام عنه. جاء في المغني ما نصه ومن لزمه صوت تمتع فمات قبل أن يأتي به لعذر منعه عن الصيام فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه كما يطعم عن صوم أيام رمضان لأنه صوم وجب بأصل الشرع فأشبه صوم رمضان. والله أعلم. ومن وجب عليه ذبح هدي هل يأكل منه أو لا بد من توزيعه كله على المحتاجين؟ وإذا جاز لي الأكل فما المقدار الذي آكله؟ قال الله تعالى في شأن الهدي فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. يدل ظاهر هذا الأمر على إباحة الأكل من أي هدي كان، سواء أكان واجبا أم مندوبا. وقد اختلف الفقهاء في هذا الحكم وفرقوا بين هدي التطوع المندوب فجوزوا الأكل منه وبين الهدي الواجب فحرموه، وإن كان بعضهم أجاز الأكل من بعض الهدي الواجب دون البعض الآخر. فذهب أبو حنيفة وأحمد إلى جواز الأكل من هدي التمتع وهدي القران وهدي التطوع ولا يأكل مما سواها، وقال مالك يأكل من الهدي الذي ساقه لفساد حجه ولفوات الحج ومن هدي التمتع ومن الهدي كله إلا فدية الأذى وجزاء الصيد والنذر للمساكين وهدي التطوع إذا عُطب قبل محله. وعند الشافعي لا يجوز الأكل من الهدي الواجب مثل الدم الواجب في جزاء الصيد وإفساد الحج وهدي التمتع والقران، وكذلك ما كان نذرا أوجبه على نفسه. أما ما كان تطوعا فله أن يأكل منه وأن يهدي ويتصدق. وأقول إن غالب ما يذبح هناك هو جزاء عن التمتع والقران، وعموم الآية يجيز الأكل منه،
إلى جانب أحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان معه نساؤه وكنا متمتعات، أي محرمات بالعمرة أولا، أو قارنات، أي محرمات بالحج والعمرة معا، وأكلن من اللحم. وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام أمر من كل بدنة يعني جمل ببضعة يعني قطعة في قدر، فأكل هو وعلي رضي الله عنه من لحمها وشرب من مرقها. وليس هناك قدر معين لما يؤكل، وقيل يؤكل النصف، وقيل كالأضحية يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث. والأولى أن تطعم كلها أو أكثرها للفقراء، وبخاصة بعد الاستعدادات الجديدة لتنظيم الذبح والتوزيع، والأكل منها أفضل من أن ترمى وتضيع دون توزيع، والله أعلم. هل يجب علي السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده؟ وهل زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم من مناسك الحج؟ زيارة المدينة يقصد منها من جهة الدين أمران: الأول زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني زيارة مسجده. أما زيارة قبره أو زيارته في قبره فهي على رأس زيارة القبور استحبابا، وقد وردت فيها أحاديث كثيرة قال الذهبي عنها: طرقها لينة يقوي بعضها بعضا، وليس في رواتها متهم بالكذب. ولهذه الزيارة آداب يجب أن تراعى حفاظا على العقيدة واحتراما للرسول صلى الله عليه وسلم. أما زيارة مسجده فسنة، فهو من المساجد التي يستحب شد الرحال إليها كما في الحديث، لأن الصلاة في مسجده خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. هذا وزيارته صلى الله عليه وسلم ليست من مناسك الحج، فالحج يصح بدونها، وما ورد من كونها نسكا فهو ضعيف، مثل الحديث: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فقد جاء في صرح الزرقان على المواهب أن هذا الحديث ذكره ابن عدي في الكامل، وابن حبان في الضعفاء، والدارقطني في العلل، عن مالك وآخرين كلهم عن ابن عمر مرفوعا أي مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح إسناده. ثم قال: وعلى فرض ثبوته فإن عبارة قد جفاني توهم في ظاهرها وجوب الزيارة، لأن الجفوة إيذاء، وإزالة الإيذاء واجبة، فتكون الزيارة لإزالة الأذى واجبة، لكن لم يقل أحد بوجوب الزيارة إلا الظاهرية. فالخلاصة أن الحج بدون زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، والزيارة سنة، والحديث الوارد فيها ضعيف، والله أعلم. يفضل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل زيارته تكون أولا أم الحج أولا؟ إذا كانت هناك تنظيمات مفروضة للمصلحة في سفر الحجاج فالأفضل اتباع هذه التنظيمات لوجوب طاعة أولي الأمر فيما ليس بمعصية وفيما يحقق المصلحة. ومعروف أن ظروف المواصلات والإقامة تقتضي في هذه الأيام أن تنظم رحلات الحج بمواعيد محددة، فإذا لم توجد تنظيمات مفروضة فقد اتفق فقهاء السلف على جواز البدء بما يشاء الإنسان من الحج والزيارة، كما اتفقوا على أن المدينة إذا كانت في طريق الحاج إلى مكة
كان تقديم الزيارة أفضل، وذلك من باب التيسير والتخفيف. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، كما صح في الحديث الذي رواه البخاري. ثم اختلفوا في من ليس في المدينة في طريقه إلى مكة، فذهب جماعة من التابعين إلى أفضلية البدء بالزيارة، وذلك لإحراز فضيلة الإحرام من ميقات المدينة الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب جماعة آخرون إلى أفضلية البدء بالحج لأنه هو الأصل والزيارة تبع له، وذلك كله اختلاف في الأفضلية، ولا يضر في صحة النسك من حج أو عمرة، ولكل أن يختار ما يتناسب مع ظروفه، والله أعلم. هل يجوز للحاج أن ينيب غيره في شراء وذبح الهدي أو توزيعه أو لا يجوز؟ لا مانع من ذلك أبدا، كما يجوز له أن ينيب غيره في رمي الجمار مثلا، وقد يكون ذلك أيسر وأسهل في الحصول على الهدي وفي ذبحه وفي توزيعه، والدين يسر والله أعلم. أحد الحجاج يقول: أثناء وجودي في منى وجدت مبلغا من المال فأخذته وقررت التصدق به بعد عودتي إلى بلدي على أن أهب ثواب هذه الأموال لصاحبها، فهل هذا الذي فعلته صحيح أم خطأ؟ لقافة الحرم يحرم أخذها إلا لتعريفها، وقد صح في الحديث إن هذا البلد حرمه الله تعالى لا يلتقط لقطته إلا من عرفها، وجاء أيضا لا يرفع لقطتها إلا منشدها أي المعرف بها. قال العلماء في بيان حكمة ذلك: إن حرم مكة مثابة للناس يعودون إليه المرة بعد المرة، فربما يعود مالكها من أجلها أو يبعث في طلبها، فكأنه جعل ماله محفوظا عليه، كما غلظت الدية فيه أيضا. وقال: من التقطها يلزمه الإقامة وعدم السفر، وذلك للتعريف بها، أو يدفعها إلى الحاكم إذا كان أمينا ليقوم بالتعريف عنها. ويوجد الآن جهاز خاص في الحرم للأشياء المفقودة فيجب تسليمها إليه. ثم قال العلماء: إن لم يسلمها إلى الحكومة يجب بعد معرفة علاماتها أن يحفظها، سواء أكانت حقيرة أم خطيرة، وتبقى وديعة عنده لا يضمنها إذا تلفت إلا بالتعدي، ثم ينشر خبرها في مجتمع الناس بكل وسيلة، فإن جاء صاحبها وعرفها دفعت إليه، وإن لم يجئ عرفها الملتقط لمدة سنة، فإن لم يظهر صاحبها بعد سنة حل له أن يتصدق بها أو الانتفاع بها. هذا هو حكم المسألة، لك الخيار في إرسالها إلى الحكومة المتولية لذلك لتتولى التعريف عنها أو التصرف فيها على ضوء ما علمت، والله أعلم. سيدة تقول: أثناء استعدادي للسفر لأداء فريضة الحج توفي زوجي وتابعت الإجراءات وسافرت، وقيل لي إن حجه غير صحيح، فما رأي الدين في ذلك؟ الكلام هنا في نقطتين: الأولى في شرط المحرم مع المرأة، والثانية في حق زوج المتوفى. أما شرط المحرم مع المرأة فقد أجيب عنه بما ملخصه: إذا كان الحج لأول مرة يمكن أن يكون معها زوج أو محرم أو رفقة مأمونة، كما ذهب إليه الشافعية. وأما حق الزوج فإن التي توفي زوجها يجب عليها أن تعتد، فإن انتهت عدتها بوضع الحمل أو بأربعة أشهر وعشرة أيام
كان لها السفر دون حرج، أما إن تقرر سفرها قبل انتهاء العدة فقد تعلق بها واجبان، واجب الحج وواجب العدة، والآراء في حل هذه المشكلة مختلفة. فالأئمة الأربعة قالوا لا تخرج من عدتها ولا تسافر، فهي تعتبر غير مستطيعة ولا يجب الحج على غير المستطيع، ويمكنها أن تحج في عام آخر. حتى قال بعضهم لو سافرت بالفعل ثم جاءها خبر وفاة زوجها عادت من سفرها إن لم تصل إلى الميقات، بدليل الحديث الذي رواه أصحاب السنن عن الفريعة بنت مالك أن أخت أبي سعيد الخدري سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك بيت زوجها الذي مات في سفر لتذهب إلى بيت أهلها فلم يأذن لها، وهو حديث صحيح قضى به عمر وعثمان والأكثرون. وأجاز داود الظاهري سفرها وهي في العدة، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أنها خرجت بأختها أم كلثوم لما قتل زوجها طلحة، خرجت بها إلى مكة لعمل عمرة، وقال داود المأمورة به هو الاعتداد وليس المكث في البيت، وسار عليه بعض التابعين. ويمكن الأخذ برأي عائشة هذا في الحج الواجب لأول مرة، وذلك لعدم تكرار الفرصة عند تعقد الأمور وتنظيم سفر الحجاج وتقييده. أما الحج المندوب وهو ما كان غير المرة الأولى فلا تخرج ما دامت في العدة، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، ما هو الأصل في مشروعية الأضحية؟ هل هي واجبة أم سنة؟ وما وقتها الشرعي؟ وما المواصفات التي تطلق على الأضحية؟ وهل صحيح أنه يمكن أن يضحي الحاج أو الإنسان بديك؟ الأضحية في الشرع اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله تعالى، والدليل على مشروعيتها القرآن والسنة والإجماع. فمن القرآن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، على رأي من يقول إن السورة مدنية حيث إن صلاة العيدين شرعتا بعد الهجرة. ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وما رواه الترمذي ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيب بها نفسا. وقد انعقد الإجماع على مشروعية الأضحية، والحكمة فيها تخليد ذكرى فداء إبراهيم بابنه إسماعيل عليهما السلام. قد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي أنها سنة أبيكم إبراهيم ولكم منها بكل شعرة حسنة، إلى جانب ما فيها من نفع أهل مكة استجابة لنداء إبراهيم، ومن التوسعة على الفقراء في كل بلد وإشاعة الفرح والسرور بالعيد، وليس المطالب بها كل شخص بل بعض أهل البيت إذا قام بها كفى ذلك عن بقية أعضاء الأسرة. وهل هذه الأضحية سنة أو واجبة؟ قال جمهور الفقهاء إنها سنة غير واجبة، لكن أبو حنيفة وبعض المالكية قالوا إنها واجبة. ووجوبها عند أبي حنيفة هو على المقيم
الذي يملك نصابا. ومن أدلة القائلين بأنها سنة وليست واجبة ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاة عيد الأضحى ذبح كبسا وقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. وما رواه أحمد: أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها، وأمرت بالأضحى ولم تكتب عليكم. وأما حديث القائلين بالوجوب فهو: من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. هذا حديث ليس صريحا في الإيجاب ويحمل على الندب. والخلاف في كونها سنة أو واجبة هو بالنسبة إلى القادر عليها، أما العاجز فلا تشرع في حقه. أما وقتها الشرعي فقد جاء في حديث البخاري ومسلم: من ذبح قبل أن يصلي أي العيد فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وفي رواية لمسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا. ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. وعلى هذا فالذين يذبحون يوم عرفة أو ليلة العيد قبل الفجر لا يقع ذبحهم عن الأضحية المشروعة، أما آخر وقت للأضحية فهو متسع إلى آخر أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة التي بعد يوم العيد. والذي يضحى به هو الإبل والبقر والغنم، ولا بد من الذبح، ولا يجزئ شراء لحم للتصدق به على أنه أضحية. ومثله الحيوانات المجمدة واللحوم المعلبة لأنها ذبحت قبل موعد ذبحها الشرعي، وكانت في ملك غير من يشتريها ليضحي بها. أما ما ورد عن بلال أنه قال: ما أبالي ألا أضحي إلا بديك، ولأن أضعه في يتيم أحب إلي من أن أضحي به، فذلك محمول على أن البعض كان يرى أن التصدق بثمن الأضحية أفضل من ذبحها، وهو قول لمالك. لكن القول الراجح أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها لأنها سنة مؤكدة وردت النصوص بفضلها. هذا والأضحية إذا كانت منذورة لا يحل أكل شيء منها مطلقا لناذرها، بل يتصدق بها جميعها كما قال الأحناف والشافعية، ويجوز بل يسن الأكل منها عند الحنابلة، يؤكل الثلث ويهدى الثلث ويتصدق بالثلث، والله أعلم. وهل صحيح أنه يجب على من يريد أن يضحي أو يذبح أضحية أن يمتنع عن الأمور المحرمة على الحاد من قص شعر وظفر ونحو ذلك؟ روى الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية لمسلم: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره حتى يضحي. تتلخص أقوال العلماء في قص الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي فيما يأتي. قال الشافعي: إن ذلك مكروه كراهة تنزيه، أي لا عقاب فيه، وذلك بناء على الحديث المذكور،
حيث حمل النهي فيه على الكراهة لا على الحرمة، ويؤكده حديث عائشة الذي رواه الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه من المدينة ولا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم. وقال أحمد بن حنبل وبعض أصحاب الشافعي إنه حرام، يعني قص الشعر والظفر، حيث حملوا النهي في الحديث على التحريم. لكن ماذا يفعلون بحديث عائشة المذكور؟ وقال أبو حنيفة لا يكره الحلق والتقصير، لكن الحديث يرد عليه. أما الإمام مالك فروي عنه القول بعدم الكراهة كما قال أبو حنيفة، وروي عنه قول بالحرمة في التطوع دون الواجب. يؤخذ من مجموع هذه الأقوال أن قص الشعر أو الظفر لمن يريد أن يضحي ليس حراما عند جمهور الفقهاء، فهو إما مباح وإما مكروه عندهم، ولا يجوز التعصب لرأي فقهي، وبخاصة إذا كان الجمهور لا يقول به، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، ما الأمور الممنوعة على المحرم بالحج أو العمرة، وما جزاء من ارتكب شيئا منها؟ الأمور الممنوعة على المحرم بالحج أو العمرة كثيرة، منها أولا الجماع وتفاصيله كثيرة، ثانيا لبس المخيط أو المحيط، وذلك لحديث رواه البخاري ومسلم لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس، والبرنس كل ثوب رأسه منه، ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورث، والورث لبس أصفر طيب الرائحة يصبغ به، ولا زعفران ولا الخفين إلا أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، وهذا خاص بالرجل. أما المرأة فلتلبس كل شيء ما عدا النقاب والقفازين. ثالثا عقد النكاح لنفسه أو لغيره، ويبطل هذا العقد لحديث رواه مسلم، والحنفية أجازوا ذلك ما عدا الجماع. رابعا وخامسا تقليم الأظفار وإزالة أي شعر في جسمه، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. سادسا الطيب في الثوب أو البدن، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم من عليه طيب أن يغسله كما في الصحيحين. سابعا التعرض للصيد البري بقتل أو تنفير، قال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وكذلك يحرم الأكل منه، وكذلك قطع الشجر، وجزاء كل ذلك مبسوط في كتب الفقه، والله أعلم. توجد بعض أشياء يختلف المحرمون في حلها وحرمتها غير ما ذكر في المحظورات، نريد بيان ما يحل منها حتى لا يتشكك المحرم ولا يكثر الجدال. من هذه الأمور الاغتسال للنظافة والأغسال المندوبة كغسل يوم الجمعة، وكذلك تغيير ملابس الإحرام كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ذلك جائز. استعمال الصابون أيضا جائز حتى لو كانت له رائحة، لأن هذه الرائحة غير مقصودة للتطيب. ويجوز تمشيط الشعر بشرط عدم قلع شيء منه، ومع ذلك فهو مكروه. ومن المباح ستر الوجه لاتقاء الغبار أو الريح الشديدة بما لا يلاصق الوجه. ومن المباح أيضا لبس الخفين للمرأة، وتغطية الرأس نسيانا
والحجامة ونزع الضرس وحك الرأس والجسد بحيث لا تكون هناك إزالة للشعر. كذلك يباح النظر في المرآة ولبس الحزام لشد الإزار، وكذلك الحزام الطبي، وأيضا لبس الخاتم والاكتحال للتداوي ما دام بغير طيب ولا يقصد به التزين، وكذلك الخضاب بالحناء فيما عدا الرأس عند أحمد، ولا تغطى الرأس بحناء وهو مكروه للمرأة حال الإحرام، والحنفية والمالكية حرموه للرجل والمرأة. كذلك يجوز قتل الحيوانات المؤذية كالنمل والقراد وقتل الطيور المؤذية، لحديث رواه البخاري ومسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، وزاد في رواية: الحية، فيكون العدد ستا لا خمسا، والله أعلم. مستمعين الأعزاء، وأثناء استعراضنا معكم أبواب الموسوعة الفقهية المسموعة والأحكام الواردة فيها، مرت علينا أسماء أصحاب المذاهب الفقهية وأسماء رواة الحديث النبوي الشريف ومصطلحات الحديث النبوي وبعض المصطلحات الفقهية التي لا يعرفها بعض الناس، فرأينا استكمالا للفائدة أن نوردها هنا لنلقي الضوء عليها، نوضحها ونفهم معناها ونعرف المقصود منها. فمع فضيلة الشيخ عطية صقر للإجابة عن تساؤلاتنا في هذا الموضوع. فضيلة الشيخ عطية صقر، بعض الأحكام الشرعية يقال عنها إنها واجبة أو مندوبة أو حرام أو مكروهة أو مباحة، فهل من توضيح لمعاني هذه الكلمات؟ ترد في كتب الفقه ألفاظ يجب فهم المراد منها حتى يكون تعبد المؤمن تعبدا صحيحا. من هذه الألفاظ كما في السؤال: الفرض والواجب والسنة والمندوب والمستحب والحرام والمكروه والمباح. فالفرض والواجب اسمان لما طلب حتما، ويعبر عن ذلك بما يثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه، إلا أن الفرض عند الحنفية ما ثبت طلبه بدليل قطعي الثبوت والدلالة كآيات القرآن والمتواتر والمشهور من السنة إذا كان نصا لا يحتمل معنى آخر. أما الواجب هو ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو الدلالة أو هما معا. مثال الفرض عندهم أي الحنفية: قراءة ما تيسر من القرآن في ركعتين من أي صلاة. ومثال الواجب أن يكون المقروء فيهما هو الفاتحة. ويترتب على ترك الفرض بطلان الصلاة، وعلى ترك الواجب سهوا سجود السهو، وعلى تركه عمدا وجوب إعادة الصلاة ما دام الوقت موجودا، فإن خرج الوقت فقد أساء. وعلى هذا يكون ترك الفرض موجبا للعقاب، ويكون ترك الواجب موجبا لعقاب أخف منه. أما عند غير الحنفية فلا فرق بين الفرض والواجب، سواء طلب بدليل قاطع أو مظنون، لكنهم يفرقون بينهما في الحج، فيقولون: الفرض ما لا يجبر بدم كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، والواجب ما يجبر بدم كرمي الجمار والمبيت بمنى، وترك الفرض يبطل الحج وترك الواجب لا يبطله. وهناك فرض يعرف بفرض الكفاية
وهو الذي إذا فعله البعض سقط الطلب عن الباقين، تركوه جميعا أثموا كصلاة الجنازة، بخلاف فرض العين الذي يجب على كل مكلف أن يقوم به ولو تركه أثم. ومثل الفرض والواجب الركن والشرط لا يصح العمل إلا بهما، غير أن الأول وهو الركن جزء من ماهية العمل كركوع الصلاة، والثاني ليس جزءا منها كالوضوء واستقبال القبلة وستر العورة في الصلاة. والسنة ما كان طلبه غير جازم أو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، ومنه ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى سنة مؤكدة كركعتي الفجر، وما لم يواظب عليه كركعتين قبل المغرب. والمندوب والمستحب كالسنة، وبعضهم جعل المندوب والمستحب لما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والسنة هي لما واظب عليه. والحرام ما طلب الشارع الكف عنه طلبا جازما أو ما يعاقب المرء على فعله ويثاب على تركه كالسرقة والقتل. والمكروه ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير جازم كأكل البصل عند الذهاب إلى المسجد، وهذا يسمى مكروها تنزيها، وهناك مكروه يسمى مكروها تحريما، وهو في مقابل الواجب عند الحنفية، فيه عقوبة لكنها أخف من عقوبة الحرام كالصلاة في الأوقات المنهي عنها. أما ما لم يطلب الشرع فعله ولا الكف عنه فهو المباح الذي لا يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه هذا. وهناك اصطلاح وهو باطل وفاسد، وهما اسمان لمسمى واحد عند بعض الفقهاء، وهو ما لا يجزئ عن فاعله ولا تترتب عليه آثار كالصلاة إذا نقص ركن منها أو تخلف أحد شروطها. وفرق بعضهم بين الباطل والفاسد، ويمكن التوسع في معرفة ذلك من كتب الفقه، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية فقر، نقرأ ونسمع أيضا أن هذا الحكم عند أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، فمن هؤلاء الذين تنسب إليهم الأحكام؟ نريد تعريفا موجزا عنهم وعن طريقتهم في استنباط الأحكام الشرعية. أبو حنيفة هو النعمان ابن ثابت، ولد بالكوفة سنة 80 من الهجرة، أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان، وسمع من علماء التابعين أمثال عطاء بن أبي رباح ونافع مولى عبد الله بن عمر. وكانت طريقته في الاستنباط كما حدث عن نفسه، قال: إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته، فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات. فإذا لم أجد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت، ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم أي النخعي والشعبي والحسن بن سيرين وسعيد بن المسيب وأمثالهم، فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. وكان يعتمد كثيرا على القياس والاستحسان، وسميت مدرسته بأهل الرأي. توفي ببغداد 150 من الهجرة، ومن أصحابه أبو يوسف وزفر ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد.
أما مالك فهو مالك ابن أنس ابن مالك صاحب الموطأ، ولد بالمدينة 93، أخذ العلم من عبد الرحمن بن هرمز وربيعة الرأي، كما أخذ عن نافع مولى عبد الله بن عمر وابن شهاب الزهري، وكان يعتمد في فتياه على كتاب الله أولا ثم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعطي لما جرى عليه العمل في المدينة أهمية كبيرة، ثم القياس، ونسب إليه العمل بالمصالح المرسلة أي التي لم يشهد لها من الشرع بالبطلان ولا بالاعتبار نص معين. توفي 379 من الهجرة. أما الشافعي فهو محمد بن إدريس بن شافع صاحب الأم، ولد بغزة 350 من الهجرة، ورحل إلى مكة وأخذ عن شيخها مسلم بن خالد الزنجي، ثم تلقى عن الإمام مالك بالمدينة، واطلع في بغداد على كتب فقهائها، وانتهى به المطاف إلى مصر، وتوفي بها 204 من الهجرة، وهو الذي كتب كتبه بنفسه وأملاها على تلاميذه، وأساس مذهبه مدون في رسالته الأصولية، وهو يحتج بظاهر القرآن حتى يقوم دليل على إرادة غير الظاهر، ثم السنة التي دافع فيها عن العمل بخبر الواحد الثقة الضابط ما دام متصلا بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الإجماع ومعناه عنده عدم العلم بالخلاف، لأن العلم بالإجماع في نظره غير ممكن، ثم القياس الذي له أصل معين ولم يكن متحمسا للاستحسان والمصالح المرسلة. أما ابن حنبل فهو أحمد ابن حنبل بن هلال صاحب المسند، ولد ببغداد 364 من الهجرة، سمع أكابر المحدثين مثل سفيان بن عيينة، وروى عنه البخاري ومسلم، وتلقى فقه الشافعي ثم اجتهد لنفسه، وهو من أهل الحديث المجتهدين الذين يعملون بخبر الواحد من غير شرط متى صح سنده، وهو يقدم أقوال الصحابة على القياس، وهو في رجال الحديث أثبت منه في رجال الفقه، وله وقفته المشهورة في فتنة القول بخلق القرآن، توفي ببغداد 241 من الهجرة. وهناك مذاهب أخرى درست، من أشهرها مذهب عبد الرحمن الأوزاعي المتوفى 357 هجرية، ومذهب محمد بن جرير الطبري المتوفى 310 هجرية، ومذهب داود الظاهري المتوفى 324 هجرية. والله أعلم. هل يجب على المسلم أن يلتزم مذهبا معينا أم يجوز له أن يقلد مذهبا آخر؟ هناك خلافات للعلماء في بعض الأحكام الفقهية الفرعية، ولا يجوز التعصب لأي رأي اجتهادي غير مجمع عليه، ومن ليس عنده استعداد للاجتهاد في مسألة عليه أن يسأل من له علم بها، ويجوز له أن يقلد أي مذهب من المذاهب المعروفة، وألا يلتزم بمذهب معين، لأنه يعتبر عاميا، والعامي لا مذهب له. وإذا قلد مجتهدا في مسألة فليس له تقليد غيره فيها اتفاقا، ومن التزم مذهبا معينا ففي الرجوع إلى غيره من المذاهب 3 أقوال: المنع والجواز
والجواز فيما لم يعمل به، وعدم الجواز فيما عمل به، على ألا يكون التقليد للغير موقعا في أمر يجتمع على إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه والإمام الذي انتقل إليه. وقد قال المرحوم الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق والمتوفى سنة 1935 ميلادية، قال: يجوز التقليد والتلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم ممن علمت مذاهبهم لضرورة وغير ضرورة قبل العمل وبعد العمل في العبادات والمعاملات، وذلك تخفيفا ورحمة بالأمة، وفضل الله واسع، والله أعلم. وهل هناك مذاهب أخرى غير المذاهب الأربعة؟ وهل كان هناك علماء يقومون بالفتاوى وبيان الأحكام الشرعية قبل هؤلاء؟ قبل ظهور المذاهب الأربعة كان هناك من الصحابة من اشتهروا بالفتيا، وترد أسماؤهم كثيرا في كتب الفقه، منهم السيدة عائشة أم المؤمنين، والخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وعبد الله بن عمرو بن العاص. ومن التابعين غير من ذكرت أسماؤهم في تراجم الأئمة مجاهد بن جبر، وعكرمة مولى بن عباس، وعلقمة النخعي، ومسروق بن الأجدع، والأسود بن يزيد النخعي، وشريح القاضي، سعيد بن جبير، وطاووس بن كيسان، والحسن البصري. ومن الأسماء التي اشتهرت في فقه الإمام أبي حنيفة ابن أبي ليلى، وبشر ابن غياث، والطحاوي، والقدوري، والكاساني، والسرخسي. ومن الأسماء التي اشتهرت في فقه الإمام مالك عبد الله ابن وهب، وأشهب، ويحيى ابن كثير، وأسد ابن الفرات، وسقلون، وابن عبد البر، والقاضي عبد الوهاب، والباجي، وابن رشد، وابن العربي، والقاضي عياض. ومن الأسماء التي اشتهرت في فقه الإمام الشافعي البويطي، والمزني، والربيع المرادي، وابن سريد، والكرابيسي، الزعفراني، والصرايني، والماوردي، والشيرازي، والجويني، والغزالي، والنووي. ومن الأسماء التي اشتهرت في فقه الإمام أحمد الأثرم، والمروزي، وإسحاق بن راهوية. ويمكن التعرف على نبذ من تواريخ هؤلاء الأعلام من الكتب المتخصصة، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، عند ذكر الأحاديث النبوية الشريفة نرى هذه التعبيرات: حديث صحيح، حديث حسن، حديث ضعيف، إلى آخر هذه الأوصاف، فما هو الضابط الذي نحكم به على الأحاديث؟ هناك في عرف المحدثين ما يسمى بالحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف. فالصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله واتصل سنده ولم يكن به شذوذ ولا علة قادحة، والحديث الحسن كالصحيح إلا أن الرواة المعروفين بالصدق فيهم قصور في الضبط عن ضبط رواة الصحيح. والحديث الضعيف ما فقد شرطا من شروط الصحة والحسن، وأنواعه كثيرة، والأولان يقبلان في إثبات الأحكام العملية، ولا يقبل الضعيف إلا في فضائل الأعمال. توجد هناك ألفاظ موجودة في الكتب عند رواية الحديث
لا بد من معرفة معناها، مثل متفق عليه. فالمراد أن البخاري ومسلما أخرجاه في صحيحيهما. وعند ابن تيمية في كتابه منتقى الأخبار استعمل هذا الاصطلاح وهو متفق عليه فيما رواه البخاري ومسلم وأحمد بن حنبل. وهناك اصطلاح رواه الشيخان والمراد بهما البخاري ومسلم. هناك اصطلاح رواه الخمسة المراد بهم عند ابن تيمية والشوكاني أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وهم أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي. واصطلاح رواه الجماعة أي رواه السبعة كلهم البخاري ومسلم وأحمد وأصحاب السنن الأربعة المذكورون. والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، من هم أشهر من اعتنوا بالأحاديث النبوية جمعا ونقدا؟ من أشهر رجال الحديث الذين لهم كتب مطبوعة محمد بن إسماعيل البخاري المتوفى 356 هجرية، مسلم بن الحجاج النيسابوري المتوفى 261 هجرية، وكتابهما أصح الكتب بعد القرآن الكريم، أحمد بن حنبل صاحب المسند المتوفى 341 هجرية، أبو داود سليمان السجستاني المتوفى 375 هجرية، محمد بن عيسى الترمذي المتوفى 379 هجرية، محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة المتوفى 373 هجرية، أحمد بن شعيب النسائي المتوفى 303 هجرية، الدارقطني المتوفى 285 هجرية، الحاكم النيسابوري المتوفى 405 هجرية، البيهقي المتوفى 458 هجرية، الطبراني المتوفى 360 هجرية، ابن خزيمة المتوفى 311 هجرية، ابن حبان المتوفى 354 هجرية. وهناك موطأ الإمام مالك وفيه غير الأحاديث النبوية. والله أعلم.